مشاهدينا متابعينا الكرام الأفاضل، انطلق وعلى بركة الله الشوط التاسع للمفاريد الأبكار من هنا من مهرجان ولي العهد لسباقات الهجن لعام 2023 المقيم على أرضية هذا الميدان، ميدان الطايف لسباقات الهجن. ننطلق وإياكم مع رحلة الاثنين كيلومترات، هي الرحلة المصاحبة لهذا الشوط ولهذا السن. نبدأ وإياكم مع المركز الأول ومع انطلاقة في هذه اللحظات، هنا شعار ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري مع انطلاقة مكارم واندفاع مكارم مع المركز الأول. المركز الثاني هنا شعار صنهات بن بندر بن معيكل يتقدم الدوسري مع انطلاقة وجدان، وأيضا من غيرت مع المركز الثاني من الجانب الأيمن القدوم من هذا الشعار مسفر بن محمد بن مسفر الفطيح اليامي مع انطلاقة سرابة، ومع اندفاع سرابة المركز الرابع القادم حسن بن ضيف الله بن علي آل سالم البريكي مع انطلاقة وداع، والمركز الخامس القادم سالم بن عبد الله بن سعيد آل بخيت يتقدم مع انطلاقة سمو. ولكن نعود إلى البداية وإلى الصدارة بعدما انتصفت المسافة، نعود إلى شعار بن صافية مع المركز الأول ومع انطلاقة مكارم. من تحتل المركز الأول بشعار ناصر بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري يتقدم، وأيضا القادم والمتواجد شعار حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح قادم مع انطلاقة فصيلة واندفاع فصيلة القادمة بكل قوة، وأيضا الواصل والمتواجد هنا شعار محمد بن سالم بن محمد الحامر المري هو القادم بكل قوة، ولكن مكارم مع المركز الأول منذ البداية وهي مسيطرة. إتمام السيطرة بشعار بن صافية ناصر بن عبد الهادي بن صافية، أيضا الشعار الواصل هنا وصل شعار علي بن مرسل اليامي قادم مع انطلاقة غرام ولكن فصيلة غيرت واحتلت المركز الأول. شعار بن قرح من يتقدم وينطلق بهذا الشعار الكبير، ولكن غرام يا الرزق من غيرت في الأمتار الأخيرة. علي بن مرسل بن حسين الرزق يتقدم لينطلق كي يمثل أبناء نجران. تهانينا وألف مبروك تهانينا يا علي بن مرسل على هذا الفوز. غرام بطلة الشوط التاسع تنتزع المركز الأول بكل قوة وجدارة، تهانينا وألف مبروك. ثاني المراكز كان بشعار حمد بن مانع بن دواس العامر مع العنود. المركز الثالث جناح على الطرقة مضريها التريد المرسل من أجيله. إذن متابعينا الكرام الأفاضل، المركز الثالث في هذه اللحظات شعار مرسل بن هادي بن محسن الرزق مع شقرة، على ما أعتقد من حصلت على المركز الثالث، ولكن في الإعادة إفادة. تهانينا وألف مبروك لعلي بن مرسل اليامي من قدم لنا غرام، والتوقيت الزمني 3:44 المركز الثاني حلت وصيفة في هذه اللحظات بشعار حمد بن مانع بن دواس بن مسفر العامر مع العنود، والتوقيت الزمني 3:03:93. المركز الثالث في هذه اللحظات هنا شعار زامل بن حسن بن محمد الربيعي مع شواهين، التوقيت الزمني في هذه اللحظات لحظات ونوافيكم بالتوقيت الزمني مع المركز الثالث. من حلت المركز الثالث في الشوط السابق ألا وهو الشوط التاسع للأبكار المفاريد، التوقيت المركز الثالث التوقيت الزمني 3:03:93. حصلت على المركز الثالث شواهين لزامل بن حسن بن محمد الربيع. المركز الرابع هنا شعار ناصر بن عبد الهادي بن صالح بن صافية المري مع مكارم، والمركز الخامس
المركز الخامس أو المركز الرابع في هذه اللحظات شعار حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، والمركز الخامس شعار ناصر بن عبد الهادي بن صالح الجفراني المري، من قدم لنا مكارم. تهانينا وألف مبروك لمالك هذا الشعار من احتل المركز الأول. تهانينا وألف مبروك لعلي بن مرسل بن سهل بن حسين الرزق من قدم لنا غرام وانتزعت المركز الأول لترسل التهاني والنوماس إلى أبناء نجران. تهانينا وألف مبروك.